إلى تحذيرات مداومة التجار أيام عيد الفطر، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار خلال ندوة صحفية أن هناك أزيد من 50,000 تاجر عبر كامل ولايات الوطن تم تسخيرهم من قبل وزارة التجارة من أجل ضمان المداومة خلال فترة عيد الفطر. بالنسبة للمداومة، التقديرات اللي عندنا تقول أن مديرية التجارة عبر ولايات الوطن أعدت قوائم للتجار وأصحاب الخدمات المعنيين بضمان المداومة خلال من أيام العيد. العدد الإجمالي يزيد على 50,000 تاجر ومتعامل الذين سيضمنون المداومة خلال من أيام العيد. كنضيف لهم حتى التجار اللي ما همش مسجلين في المداومة لكن سيعملون خلال أيام العيد، العدد ممكن يوصل حتى 60,000 أو يزيد عن 60,000. و60,000 كينقسموا على 1541 بلدية. نعتقد هذا العدد كافي جدا لضمان الخدمة خلال أيام العيد. وأهم النشاطات اللي معنية بالمداومة هي المخابز، محلات الخضر الفواكه، المواد الغذائية العامة، اللحوم، المطاحن، مصانع الحليب، وأيضا حتى مصانع المياه المعدنية.